بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 11 جويلية 2016، احنا في قراءة مسير. اول مرة صارت في البلاد مسير، اول مرة. خويا سي غازي سخيري كتب عن بلدية مسير، مش عارف انا تشوفوا في تشوفوا شو ما غادي قاعدين تشوفوا معناتها اوت سيزون صيفها باش تجي صيف. باش نقولوا لهم ليه ما تجيوناش ولا مارشي عطيناه لهم وما جاش، ولا فما فساد في البته اللي وقعت. احنا اليوم 11 جويلية، تفرجك الزبله، تفرجك الحاله، تفرجك الحاله اللي فما هيك الزبله. هذه مسيره، هذا كورنيش مسيره، هذوما الناس قاعده تعوم هكا، الناس قاعده تلوح في الزبله. معنا شوينا تو كلام هذايا، هذه شنيه؟ وين هذا؟ احنا وين تو نسعومو؟ بربي حكيولي خويا غازي صخيري كاتب عن بلدية مسير. ما هذا؟ ما هذا؟ مازلت نزيد نوريكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جيب لي سيدي غدوة 10 ساشيات توا، جيب لي 10 ساشيات ونطلعهم انا، تو نطلعهم انا بيدي. وكاو زيت، زيت كان مادام فماش لا حول ولا قوة الا بالله. ومازال شوف فر زبله زبله زبله، وليت مصب تاع زبله. كورنيش مسير ولا مصب تاع زبله؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ تحبوا تقتلونا؟ هذا نوع من الارهاب، هذا هذا نوع من الارهاب. سي غازي صخيري كاتب عن بلديه مسير، شنو هذا؟ شنو الحاله هذه؟ احنا وين تو؟ فسروا لي وين؟ والله واحد يبكي بدموع اصل، والله يبكي. هذه مسيره؟ هذه بلادنا؟ ها تحبوا تقتلونا؟ شنو ناويين؟ مسؤولين هذا متوا هكا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فرش ذبان وكل ناموس وكل حالة وكل وسخ. لا حول ولا قوة الا بالله.